ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا ولذلك يا اخوه من الفقه من الفقه الا تنشر كل ما تعلم وانما تنشر ما يحقق مقاصد الشارع فبعض الناس الله المستعان لقله علمه او قله حذقه يذهب يقرا في الكتب فإذا وجد شيئا غريبا أظهره للناس ويقول قاله العلماء نعم قاله بعض العلماء لكنه لا يثمر خيرا بين الناس ولذلك هناك مسألة يا إخوة دائما أذكرها للإخوة أن الإنسان إذا تكلم إذا أراد إذا أراد أن يتكلم بكلام لا بد أن ينظر إلى ثلاثة أمور الأمر الأول أن يكون الكلام حقا فلا بد ان يكون ثابتا موافقا للشرع وليس كل ما قاله الفقهاء اعني بعض الفقهاء موافقا للدليل. الامر الثاني ان يكون القصد حقا ان يكون قصدك من الكلام وجه الله سبحانه وتعالى لا يكون قصدك ان تكسب النساء. لا يكون قصدك ان تكسب الناس لانك تاتي باشياء غريبه ما ما يعرفها الناس وانما قصدك وجه الله سبحانه وتعالى والامر الثالث ان يكون الكلام حقا في اثره فيثمر حقا وينشر خيرا ويدل على خير فاذا كان الكلام تترتب عليه مفسده اعظم من مصلحته فلا يجوز ان تتكلم به Kamu lagi cari desain yang termurah, cepat, dan memuaskan, jadi desain solusinya. Hubungi dan order sekarang.